بسم الله الرحمن الرحيم. من عاصمة النور وفي رحاب الذكرى 11 لثورة يناير، ثورة لم تكتمل وتغيير لم يتم، وبمناسبة مرور عام على تدشين اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي أشرف بانتخابي رئيسا له، ومع ذكرى 11 من فبراير يوم رحيل رأس النظام مبارك، وبعد مرور 11 عام على لحظة انتصار الثورة، نعترف أن الثورة لم تنتصر لأنها لم تستكمل مسار التغيير الذي قامت من أجله، ولم تحافظ على مكتسباته ومقدماته ومقدراته. لكننا نؤكد أيضا أن الثورة التي لم تنتصر لم تنهزم بعد، فرغم محاولات الثورة المضادة وإعلامها تشويه الثورة والنيل منها خلال 11 عاما، إلا أن قطاعات واسعة من الشعب المصري ما زال يؤرقها الشوق لتغيير مستحق من أجل الخلاص من ظلم استبد وفشل وفقر تمدد وبات يتهدد الوطن بهزات اجتماعية يقينا لن تتأخر لو استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه. إن العجز المتزايد في توفير حلول للمشاكل المتراكمة يؤكد أننا على مشارف نهاية الطريق، ومؤسسات وفئات واسعة من المصريين المؤيدين والمحايدين قبل المعارضين تؤمن أن الوضع مؤهل لانفجار وشيك لا أحد يملك التكهن بموعده وحدوده ومخاطره إن لم يسبقه تغيير عميق يطال الأشخاص والسياسات معا. إن الدعوة التي أطلقها رأس النظام في 13 من يناير 2022 بقبول إجراءات انتخابات رئاسية مبكرة ومراقبة دوليا شريطة تمويل نفقتها، لم تأتي هذه الدعوة من فراغ، وينبغي ألا تبقى في الفراغ، فهي رد فعل مراوغ لتزايد المطالبات المشروعة بالتغيير بعد أن بان للجميع أن النظام لا يصلح ولا يصلح، ولا سبيل لتغيير سياساته إلا بتغيير يطول أشخاصه. وليعلم الجميع أن تكلفة بقاء هذه الأوضاع لما هي عليه أكبر بكثير من تكلفة انتخابات مبكرة تتوافر فيها شروط النزاهة والرقابة الدولية التي تعهد بها رأس النظام في مبادرته يوم 13/1/2022 أمام ذلك المؤتمر، مؤتمر الشباب. إن معظم مؤسسات الدولة المصرية الوطنية والمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة العمليات الانتخابية وقبلهم غالبية الشعب المصري يدركون أن اشتراط تمويل تكلفة الانتخابات المبكرة ما هو إلا مراوغة، مراوغة مكشوفة. ولو صدقت النوايا فعلى من طرح تلك المبادرة أن يطلب مثلا من الأزهر الشريف أن يفتح حسابات بنكية للمصريين في الداخل والخارج للتبرع لتمويل الانتخابات الرئاسية المبكرة كما اشترط، وليعلن ويسمح للقضاة قضاة مصر الشرفاء بالتطوع والتنازل عن مكافآتهم نظير الإشراف على الصناديق. فضلا أن معلوم للكافة وبالضرورة أن الرقابة الدولية والأهلية هي تطوعية ولا تحتاج إلى أموال. إن الدعوة لانتخابات رئاسية مشمولة بالرقابة الأممية وضمانات النزاهة الدولية لن تعيقها تكلفة كما يظن أو يتوهم صاحب الدعوة إذا صدق ولو لمرة واحدة فيما تعهد به. نعرف أن التغيير السلمي ليس أمرا سهلا ولا بالمجان، وغالبية الشعب المصري ومؤسساته لن يدخر جهدا أو مالا لتغيير مستحق الآن وأكثر من أي وقت مضى.
إن صدق ولو لمرة واحدة سيثبت الشعب للعالم ألف مرة أنه يستحق هذا التغيير، وأنه قادر على الوفاء باستحقاقاته بعد أن توافرت وتراكمت أسبابه ومبرراته. ولمن يسأل وهو يعرف أو لا يعرف عن الأسباب التي تدعو للتغيير الآن في مصر، أقدم له على سبيل المثال للحصر ليس سببا واحدا بل 100 سبب تعبر عن أوجاع المصريين، 100 سبب للتغيير على أصعدة مختلفة. فعلى الصعيد السياسي، التغيير الآن من أجل استعادة الحياة السياسية والبرلمانية والدستورية السليمة وإلغاء التعديلات التي أجريت في إبريل 2019 وسط مناخ قمعي، خاصة المادة 140 والمادة 241 اللي تم بمقتضاها تمديد فترة حكم السيسي التي تنتهي وفقا لدستور 2014 هذا العام 2022، وتم تعديلها أو تمديدها حتى عام 2030 وفقا لنص انتقالي مفصل، ومادة طبقت بأثر رجعي لتهدر واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير وتعيد لمصر ظاهرة الرئيس الأبدي. التغيير الآن لتعديل الفقرة الأولى من المادة 200 من دستور 2014 والتي عدلت في التعديلات المشبوهة في إبريل 2019 لتعود المادة لأصلها وتكون مهمة الجيش حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وتكفل له في سبيل ذلك ميزانية الدولة كل الإمكانيات المطلوبة على ألا يكون له تدخل في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو المدنية، لكي يكون لدينا جيش لمصر ولا تكون مصر للجيش. التغيير الآن لتأسيس جمهورية جديدة يستعيد فيها المواطنين حقوقهم وحريتهم وكرامتهم كمواطنين وليس كرعاية، وإنهاء جمهورية الخوف التي تجلت في أبشع صورها في التسعة سنوات الأخيرة وفي إطار تحالف بين الفساد والاستبداد وغياب الشفافية والعدالة ودولة القانون. التغيير الآن لمعالجة ما ورثته مصر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال عدالة انتقالية تطلق سراح سجناء الرأي والمعتقلين على خلفيات سياسية، وتشكل لجان للحقيقة ولجان لجبر الضرر وتحقيق أشكال مختلفة لإصلاح مؤسسات الدولة بما يشجع الثقة المدنية في مؤسسات الدولة ويقوي الشعور بسيادة القانون والديمقراطية والقدرة على إدارة التنوع وتحقيق الأمن المجتمعي والمصالحة الوطنية. التغيير الآن ليكون لكل مصري الحق والحرية في اختيار من يحكمه ومن يمثله في إطار دولة برلمانية ورئيس له صلاحيات غير مطلقة ينتخب لمدة رئاسية 4 سنوات ولا تجدد إلا لمرة واحدة. على صعيد السياسة الاقتصادية، التغيير الآن لخفض موازنات الأجهزة السيادية ومؤسسة الرئاسة وإخضاعها للرقابة البرلمانية والمحاسبية لمنع كل مظاهر الطرف والإسراف السفيه. التغيير الآن لحل مشكلة المستثمرين ووقف كل أشكال الاحتكار والمنافسة غير العادلة وتقديم تيسيرات ضريبية وحفز البنوك لإعادة جدولة ديون عملائها في قطاعات الأعمال. التغيير الآن لمحاصرة تنامي القروض والديون الخارجية والتي بلغت معدلات غير مسبوقة ووقف إنفاق هذه الديون على المشروعات الخدمية فقيرة الجدوى الاقتصادية وتوجيه المتاح منها للحفاظ على المقدرات الإنتاجية. التغيير الآن لمواجهة العجز المالي المتنامي والدين الحكومي المرتفع
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع إيرادات القروض الخارجية بقياس الفرق بين القروض الجديدة ومبالغ سداد القروض القديمة. التغيير الآن لتعظيم دور القطاعات الإنتاجية من خلال خطة شاملة ورؤية لسياسة اقتصادية واضحة تتجاوز منطق المشروعات المبعثرة التي لا يجمعها رابط تنموي حقيقي، مع تقليل الفجوة الرقمية بين مشروعات أو بين أرقام الموازنة وبين الحساب الختامي للدولة في إطار برنامج شامل للضبط المالي في مصر. التغيير الآن لمنع سقوط ملايين المصريين من المتواجدين حول خط الفقر إلى ما هو دون هذا الخط من خلال وقف تناقص مخصصات الدعم السلعي في الموازنة العامة بعد انخفاضها من 232 مليار في 18-19 إلى 108 مليار. التغيير الآن للالتزام بالنسبة المحددة في دستور 2014 للإنفاق على الصحة والتعليم، حيث يقرر الدستور نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، بينما الواقع أن النسبة كانت 2.4 فقط في موازنة العام الماضي. التغيير الآن لمواجهة عجز الميزان التجاري والذي تجاوز 36 مليار دولار، مما يزيد من فجوة إيرادات النقد الأجنبي. التغيير الآن لتحسين الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تناقصت من 7.5 عام 18-19 إلى قرابة 5 مليار عام 2021. التغيير الآن لإلغاء الاتفاقية الموقعة مع يوروكليف عام 2019، والقانون وإلغاء القانون 143 لسنة 2020، والذي يمهد لبيع الديون المحلية في بورصة يوروكلير بضمان رهن الأصول الخاصة بالدولة المصرية لصالح دول أجنبية، مما يهدد الأمن القومي المصري بتهديد خطير. على صعيد السياسة الخارجية، التغيير الآن لتحويل وإدارة ملف العلاقات الدولية من ملف شخصي ينفرد به رئيس الجمهورية والأجهزة المخابراتية إلى ملفا وطنيا مشتركا بين السلطة التشريعية والتنفيذية. التغيير الآن لإدارة وطنية لملف الصراع العربي الإسرائيلي تحترم القرارات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني بدلا من التفاني في خدمة المصالح الإسرائيلية والإذعان الكامل لها. التغيير الآن من أجل احترام كامل لخيار السلام العادل وتطبيع العلاقات حال الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والانسحاب الكامل من كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، واحترام حق العودة للاجئين، وانضمام إسرائيل لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. التغيير الآن لبناء منظومة علاقات متكافئة عربيا بعيدة عن المحاور التي تديرها دول صغيرة التبعية لها لا تليق بوزن مصر ولا قيمتها ولا وزنها الإقليمي أو الاستراتيجي. التغيير الآن لإعادة صياغة ملف العلاقات المصرية الأمريكية والمصرية الأوروبية بعيدا عن نهج التبعية وفكرة مبادلة المصالح بالإفلات من ملف انتهاكات حقوق الإنسان. التغيير الآن لتوسيع دور المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية والمنظمات والهيئات غير الحكومية ومنظمات رجال الأعمال في بناء شراكات متعددة على الصعيد الدولي والإقليمي. التغيير الآن لتخفيض النفقات الباهظة للسفارات والقنصليات والإبقاء على الضروري جدا منها، مع تفعيل دورها الخدمي والاقتصادي للمواطنين. التغيير الآن
لتوقيع مصر على الاتفاقيات التكميلية التي تهربت الحكومات السابقة من التوقيع عليها. التغيير الآن لإصلاح أوضاع جامعة الدول العربية وتأسيس جامعة للشعوب العربية وبرلمانا منتخبا عربيا برلمانا موحدا. التغيير الآن لإدارة أو لإدارة مختلفة لعلاقتنا بدول أفريقيا، خاصة دول شرق أفريقيا ودول حوض النيل، لمواجهة تمدد النفوذ الإسرائيلي في القارة والفشل الحالي في إدارة تحالفات داعمة لحقوق مصر المائية ومواجهة أزمة السد الأثيوبي. التغيير الآن لسحب توقيع مصر والاعتراف باتفاقية المبادئ التي وقع عليها في 2015 الخاصة بسد النهضة، واعتبار السد عملا عدائيا وعدوانيا، وتكون لنا كمصر كل الخيارات مطروحة ولا نتردد فيها حتى لو تأخرت كثيرا بفعل إدارة فاشلة للأزمة منذ بدايتها وحتى الآن. على الصعيد الاجتماعي، التغيير الآن من أجل 3 وجبات بشرف لكل مواطن مصري قبل أن تنتقل مصر من مرحلة الفقر إلى مرحلة الجوع. التغيير الآن لمواجهة حقيقية لدولة العاطلين في مصر، والتي تجاوز تعدادها 10 ملايين عاطل، وهو ما يزيد من معدلات الفقر وانتشار الجريمة وتعاطي المخدرات والانخراط في أنشطة غير قانونية. التغيير الآن لإعانة بطالة للملتحقين بمراكز التدريب التحويلي والحرفي من أصحاب المؤهلات المتوسطة لا تقل قيمتها عن نصف الحد الأدنى للأجور، ويتم صرفها طوال مدة التدريب، وتمنح أيضا للمصانع والشركات التي تؤسس مراكز مفتوحة للتدريب التحويلي امتيازات وإعفاءات ضريبية. التغيير الآن لتعيين المتفوقين من حملة الماجستير والدكتوراه، وإلغاء أي قرارات إدارية تمنح أي ميزات تفضيلية لأبناء العاملين في كافة قطاعات الدولة. التغيير الآن لإعطاء أهمية أكبر للعمالة والصناعات الصغيرة والصناعات المنزلية في الخطط الخمسية القادمة، وتوفير برامج المعلومات المتعلقة بفرص العمل، والاهتمام بتوفير احتياجات مدربة لأسواق العمل عربيا وأفريقيا وأوروبيا. التغيير الآن لمواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب المصري، الذي يحتل المرتبة الأولى عربيا في معدلات الانتحار بأكثر من 3000 حالة سنويا، متجاوزين أرقام ضحايا الحروب في عدد من الدول التي تشهد حروب ونزاعات مسلحة. وهو ما يقتضي حل إشكاليات التعليم ونظمه، علاج المشكلات الاقتصادية للأسر المصرية وانعكاساتها على الحالة النفسية والصحية للشباب. الشباب اليافع، وحتى لا تموت الزهور قهرا وهي في سنوات التفتح. التغيير الآن لتوفير فرص لإسكان اقتصادي للشباب وحديث الزواج، لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي والعلاقات المحرمة وتنامي أعداد العنوسة، الذي تجاوز 13 مليون شاب وفتاة في مصر، من بينهم أكثر من 11 مليون فتاة بنسبة تتجاوز 38% في المدن الكبرى و 25% في الصعيد والوجه القبلي، وهو ما يقلل شعور الناس بالسعادة ويرفع من معدلات الإصابة بالاكتئاب وإدمان المخدرات، حيث أكد المسح الأخير، المسح القومي للصحة النفسية، أن 25% من المصريين مصابين باضطرابات نفسية، يعني 1 من كل 4، من بينهم 45% من مصابي الاكتئاب، وأكثر من 30% من مدمني المخدرات.
التغيير الآن لأن النظم الاستبدادية تخلق مناخا وبيئة تحقن المجتمع بظواهر العنف اللفظي والأسري والانحدار السلوكي والقيمي. على صعيد الصناعة، التغيير الآن لمضاعفة معدل الاستثمار في الصناعات بتوفير الحوافز المناسبة لتوجيه نسب متزايدة من المدخرات المحلية إلى مجالات التصنيع لرفع حصتها في الناتج القومي الإجمالي من قرابة 20% إلى 40%. التغيير الآن لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي القيمة المضافة وزيادة مساهمتها في خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإعادة المصانع الحربية لدورها وتخصصها وتوفير احتياجات مصر العسكرية وتطويرها. التغيير لإعادة تأهيل الصناعات التي تحظى مصر بميزات تنافسية فيها مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملبوسات والملبوسات الجاهزة وصناعة الكيماويات، فضلا عن الصناعات والمشروعات التي تحتاج سرعة تدخل لإنقاذها لأنها كانت صناعات مهمة مثل صناعات الأساس في دمياط وصناعات الجلود في وسط القاهرة وباب الشعرية وغيرها. التغيير الآن لانطلاقة جديدة في صناعة الخدمات، وثيقة الصلة بالصناعات السلعية وفي مقدمتها صناعة النقل البري والنهري والبحري، وحل مشاكل التصدير لأفريقيا خاصة المتعلقة بالنقل والشحن اللي بيؤدي ان احنا بنعتمد للأسف على السفن الإسرائيلية لنقل المنتجات المصرية لأفريقيا. التغيير الآن من أجل دولة تدرك أن دورها ليس بيع أراضي المصانع وتصفيتها، لكن دورها هو رفع المعوقات وتوفير المساندة للمؤسسات الصناعية المصرية وتشجيع القائمين عليها في الاندماج في السوق العالمي والأخذ بالتقنيات الحديثة والدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية مع مؤسسات صناعية دولية توفر لها الدعم التقني وسبل التحرك من أجل توزيع أكبر المنتجات في الأسواق. وأيضا على صعيد الزراعة، التغيير لإعانة الفلاح المصري الذي يمثل 55% من عدد السكان و 30% من قوى العمل، مساعدته ومعاونته على مواجهة الظروف الصعبة والمستحيلة التي يواجهها منفردا في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والخامات والطاقة ونقص المياه وتدني مستوى الإنتاجية وبالتالي تدني عائد عمله في الاستثمار الزراعي. التغيير الآن لمواجهة انحصار مساحات الأراضي ذات الرتب الإنتاجية المرتفعة وزيادة مساحات الأراضي منخفضة الإنتاجية لغياب التخطيط الحقيقي للتنمية الزراعية. التغيير الآن لتطوير السياسات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح والحبوب والزيوت والسكر. التغيير الآن من أجل الاستخدام الأمثل لمخزون المياه الجوفية وتوفير موارد مائية متجددة وترشيد المتاح منها. التغيير الآن لتقليل الفاقد في عمليات ما بعد الحصاد خاصة في الخضر التي تفقد 30% منها بعد الحصاد، والبقول 20% والحبوب 10%، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل النانو تكنولوجي وغيرها في استنباط محاصيل جديدة أقل استهلاكا للمياه ولها ذات القيمة الغذائية للمحاصيل التقليدية. التغيير الآن الاستمرار في دعم حقيقي لمبادرة حياة كريمة لتطوير 4584 قرية
وتحسين جودة الحياة فيها، ولكن دون الخلط الوارد في خطة العام المالي 21-22، والذي يحمل الاعتماد الخاص بالمبادرة وهو 200 مليار جنيه، بيحمله مبالغ واردة أصلا في الموازنة الاستثمارية للدولة بشكل يؤدي إلى الخلط وبشكل يؤدي لخداع أصحاب المصلحة. على صعيد الصحة، التغيير لمساندة المواطن المصري لمواجهة انعكاسات أزمة كورونا وعدم الاكتفاء بتوجيه مساعدات محدودة للشركات فقط والمؤسسات وتجاهل الأفراد، التغيير لبناء منظومة متكاملة للخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة هيكلة وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة ورباط البيوت، وإنشاء هيئة وطنية للصحة تتولى صياغة الاستراتيجية العامة للخدمات الصحية ورقابة الجودة على الأداء ورقابة الجودة على مقدمي الخدمة، مع الاهتمام بدور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والجامعات وإشراك أصحاب المصلحة متلقي الخدمة في مجالس الأمناء لهذه المؤسسات. التغيير الآن للالتزام بتنفيذ النصوص الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على الصحة، وكذلك نص المادة 18 التي تلزم الدولة بنظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين. على صعيد التعليم، التغيير الآن للوصول لنظام تعليمي مستقر بعد سنوات طويلة من التجريب والتجريب والتخبط والنقد المجتمعي المتزايد للنظم والآليات والمخرجات للعملية التعليمية بمستوياتها المختلفة، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم يضع استراتيجية وخطط طويلة المدى لا تتغير بتغير كل وزير، تكون مهمتها تنفيذ السياسات وليس هدمها وبناء غيرها، مع ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي نجحت في تطوير نظمها التعليمية. وعلى صعيد السياحة، التغيير الآن لدعم النشاط السياحي الذي يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي و15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية. هذا الرصيد انخفض بشدة قبل وأثناء أزمة كورونا، وهو ما يقتضي دعم مباشر لهذا القطاع وتأجيل سداد مديونياته للدولة وللبنوك وتوفير البيئة الآمنة والاتفاقات التسويقية التي تساعد على إقالة هذا القطاع من عصرته. في النهاية إخواني، هناك أسباب للتغيير الآن كنت أريد أن أبدأ بها، لكني سأختتم بها ولها الأولوية وكل الاحترام، خاصة أنها تمس قطاعات مهمة وتحظى بأولوية قصوى لاتصالها بأوجاع فئات عريضة من الشعب المصري. نحتاج لدعم هذه الفئات والمساندة في مواجهة تغول الدولة على حقوقها، وأنا يعني سأتحدث عن 10 أسباب للتغيير تتصل بهذه الاحتياجات تحديدا، وإن بدت صغيرة أو مطلبية. التغيير الآن لاحترام الملكية الخاصة ووقف أعمال الإزالات العشوائية التي لا توفر بدائل إنسانية للمواطن المصري، خاصة في مناطق الحي السادس والسابع ومدينة نصر وشمال سيناء ومحور منفلوط وميناء المكس والعريش. التغيير لتعويض كافة المتضررين بداية من أهل النوبة وسيناء وكل ضحايا التهجير القسري. التغيير الآن لوقف قرارات هدم المناطق
القديمة والعمل على تطويرها بمشاركة مجتمعية من أصحاب المناطق المستهدفة بالتطوير، خاصة جزيرة الوراق وغيرها. التغيير الآن للنظر في ملف أراضي الأوقاف وعقاراتها في ظل فهم اجتماعي وأخلاقي بعيدا عن منطق تجار وسماسرة الأراضي. التغيير الآن للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد ما تم الاستيلاء عليه أولا من الهيئات والمؤسسات قبل الأفراد، والتعامل مع الأفراد بمنطق تدريجي مقبول، وإتاحة خيارات وبدائل منطقية، والبدء بوقف التجاوزات الجديدة أولا وقبل أي شيء. التغيير الآن لحماية أموال الغلابة، أموال الغلابة في مصر في مقدمتهم أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليه الدولة رغم تحذيراتنا في البرلمان منذ عام 2005، وما زالت الدولة تماطل وتماطل في رد هذا المال الخاص لأصحابه، وتدعي أنها تخطط لرده على نصف قرن. التغيير الآن لحل مشكلة العاملين في مسبيرو ليس بوصفها مطالب فئوية، ولكن كونها مطالب عادلة لقرابة 10 ملايين مصري من أصحاب المعاشات وأصحاب الرواتب المتأخرة، مثل عمال التشجير، مثل الرائدات الريفيات في المحافظات وغيرها، وبعض العاملين في شركات قطاع الأعمال. التغيير الآن لحل مشاكل المتضررين من القانون 148 الخاص بالتأمينات، وتفعيل فترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات لوضع قانون جديد يوفر زيادة في العلاوة السنوية، وتطبيق معاش اطمن بقيمة حد أدنى 1200 جنيه شهريا. التغيير الآن لتوسيع رقعة المستفيدين من التأمين الصحي، خاصة قطاع الصيادين وعددهم 5 مليون مواطن مصري، وكذلك لقطاعات العمالة الهامشية والعمالة غير المنتظمة. التغيير الآن لتفعيل القانون 10 لسنة 2018، والذي يمنح المرأة المعاقة الحق في الجمع بين معاشين، أو الحق في الجمع بين المعاش والراتب. الإخوة والأخوات، إن مصر التي انتصرت للتغيير السلمي في مثل هذا اليوم من 11 سنة هي قادرة اليوم وغدا أن تنتصر مرة أخرى، ولأسباب ودواعي التغيير الآن، وهي أكبر بكثير جدا من الأسباب التي تراكمت في سنوات حكم مبارك 30 سنة. نعلم أن إصلاح الخلل الذي أصاب بوصلة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر لن يتم بين ليلة وضحاها، ويحتاج مصادر تمويل لن تأتي بإعادة ترتيب الأولويات، أو لن تأتي إلا من خلال إعادة ترتيب الأولويات وسد ثغرات الفساد والاستبداد بالرأي، وإهدار كفاءات وخبرات الوطن بجهل وعمد. إن التغيير المستحق ليس حلما ولا وهما، إذا أدركنا أسبابه الواضحة وأمسكنا بأيدينا بألياته وتمسكنا بحقنا المقدس فيه، مثلنا مثل غيرنا من الشعوب والأمم الحرة المتحضرة. إننا في هذه الذكرى العظيمة لابد أن نستحضر تصريحات قادة العالم التي أدلوا بها في هذا اليوم منذ 11 سنة، والذين انبهروا بوعي وتحضر ورقي الشعب المصري وثورته العظيمة. إننا نقول ونؤكد أن الثورة لم تنهزم ولن تنهزم، وأن أحلام العيش والحرية والكرامة الإنسانية لن تتحول أبدا لكوابيس.
حتى لو تأجل تحقيقها، فالشعب المصري لا يملك خيارا ثالثا، إما أن ينتصر أو ينتصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.